أهلا وسهلا بكل متابعي قناة بذرة. الصباريات والعصاريات نباتات جميلة تعشق من أول نظرة. الإيشوفيريا. الإيشوفيريا من بين العصاريات الأكثر شهرة والأكثر جمالا. توجد في عدة أصناف وألوان. نحن في بذرة نقترح عليكم كل أنواعها والاختيار لكم. حلقة اليوم سنخصصها لكيفية العناية بهذا النبات العصاري الجميل، فمرحبا بالجميع. الصباريات والعصاريات بصفة عامة يفضلها الكثير من الناس لسهولتها ولمتطلباتها القليلة ولشكلها الجميل جدا، ولعل من بين أجملها نبات اليوم إيتشوفيريا. رغم سهولتها يشتكي البعض من سقوط أوراقها، والخطأ هنا هو أنهم يعاملونها كباقي النباتات فيكسرون الري وينسون أن العصاريات بصفة عامة تخزن الماء في أوراقها. ونعطي مثالا لنبات الكراسولا. هذا أصدقائي هو نبات الكراسولا. لنأخذ ورقة منه، عند كسرها نلاحظ أنها تخزن كمية مهمة من الماء في ورقتها كما تلاحظ. هذا يعني أن تعطيش النباتات العصارية والإيشوفيريا طبعا أفضل من إغراقها في الماء. زيادة الري سيسبب تعفن الجذور وسقوط الأوراق وربما موت النبات كاملا. إذن حاول قدر الإمكان تعويد النبات على مواعيد محددة في الري، مثلا مرة كل 8 أيام في الصيف ومرة كل 15 يوما في فصل الشتاء، طبعا مع احترام الظروف التي نزرع فيها ومناخ كل بلد ونوع التربة وغيرها من العوامل، مع تجنب رش النبتة وسقي التربة فقط، خاصة وأن جذورها تكون قصيرة وصغيرة وسهلة التأثر. الرش على الأوراق ممنوع كليا لنتفادى المشاكل الفطرية كالعفن الرمادي والبياض الدقيق. تزرع في أوعية صغيرة فقط من 8 حتى 10 سنتيمترات. نعيد التذكير أصدقائي بأهمية الثقوب أسفل الوع. ما شاء الله نبات جميل جدا، أزهاره تكون مختلفة باللون الأحمر البرتقالي الوردي وتستمر من أسبوعين حتى 3 أسابيع. الإصفرار والذبول لا يكون فقط بسبب الري، حتى الإضاءة الضعيفة تسبب هذا المشكل. ضع نباتك قرب النافذة وفي الأماكن القوية الإضاءة في بيتك، وعرضها للشمس المباشرة الخفيفة في فصل الشتاء. نبات صبور يستمد غذاءه من العناصر المغذية من التربة، لذلك ازرعه في تربة رملية وكومبوست فقط، ولا تحمل هم التسميد مرة في الشهر مثل النباتات الورقية والمزهرة. يكثر بالبذور، وهذه الطريقة صعبة. يكثر أيضا بالخلفات الصغيرة التي تنمو بجانب النبات الأم، كذلك عن طريق الورقة بنفس الطريقة التي رأينا عند إكثار الكراسولا. نأخذ ورقة وبكل بساطة نضعها بشكل عمودي أو مائل كما تريد. الطريقة جد سهلة، يمكنك مشاهدتها بالضغط على البطاقة التي تظهر الآن على الشاشة. هذه فقط بعض أصنافه، يوجد منها تقريبا 150 صنف، يوجد أغلبها في المكسيك وكاليفورنيا والبيرو. نباتات صغيرة جميلة تجذب انتباه كل من يراها، ليس فقط الإيشوفيريا بل أغلب النباتات العصارية والصبارية. فهل تتفق معي في ذلك؟ اترك رأيك في تعليق أسفل هذا الفيديو. شكرا لوفائكم، شكرا لتتبعكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.